حصل الهضره امام الملا وما احترمش الناس وكل شيء، ولكن غير عاود الظروف ديالنا ساعات قايد. حنا مزيان صوب الدنيا هنا. ها حسن من الاول. كيفاش كانت عندكم؟ وكانت خمزه وكانت خرويت هنا وكان ما تصيبش من دوز وكانت بغيت شي ما تصيبش والامور كانت مزيره شويه. دابا تصوبت كراس كلشي حيدو كلشي تصاوب كلشي تقاد. حنا مزيانه ممتازه فلا باس بها. بالنسبه لكم انتم التجار كنتم مضرين ملي كنا مضرين كنا شويه كانت ازمه شويه شباب الامور تصاوبت. دابا زينت امور ولات شريحه ولات امور مزيانه. بصراحه حمله محموده ومشكوره. كنشكر يعني بها من هذا المنبر ديالكم السلطات المحليه على المجهودات الجباره اللي قاموا بها باش يقضيوا لينا على هذيك السوق العشوائيه الاسبوعيه اللي كنا كنعانيو من جراءها ضوضاء وكنسمعوا كلام نبي ومن جراء الخصومات اللي كتنشب بيناتهم والله مع بعض الناس اللي كيكونوا كيتبضعوا. الان الحمد لله الاجواء ولات يعني صافيه ومهنيه من هذه الناحيه ديال هذا السوق الاسبوعي العشوائي اللي كنا كنعانيو المشاكل ديالو اللي هي كانت كثيره. سمعوا حتى الاثمنه باش كيبيعوا هاد الناس في الاقسام كنسمعوا حتى الاثمنه من غير الكلام النبي ومن غير الضوضاء يعني حتى الاثمنه كنا كنسمعوها في جميع محيطات المؤسسه. الحمله لقات استحسان والحمله عطات نتائج. الحمله الحمد لله خلات هنات يعني هاد المحيط ديال هاد المؤسسه من هاد الضوضاء كتخلي حتى يعني الازبال والنفايات كثيره. الان الحمد لله جميع محيطات هذا يعني الحي تهنى بشكل كبير من هذه المشكله. وهاد الباعة راهم الحمد لله دابا استوطنوا في محل ديالهم ديال البيع والشراء الحمد لله. يعني كل الامور رجعت يعني عاديه كل واحد شد يعني المكان اللي يلاق به. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.